لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ كالعادة من أهم العناوين. في الشرق الأوسط، الانسحابات ليست مرتبطة بالهجمات على القواعد الأمريكية. في صحيفة العرب اللندنية، القضاء على الميليشيات الإيرانية حاجة عراقية. في الزمان العراقية، واشنطن هددت بغداد بإجراءات قاسية قبل تمديد إعفائها من العقوبات على إيران. في موقع عربي 21، تراب ذروة كورونا خلال أسبوعين وتصريح صادم عن الوفيات. في القدس العربي كورونا، الولايات المتحدة قد تشهد 200 ألف وفاة، والعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي تتصدع. في العرب الجديد، العراق الزرفي يواصل مساعيه لتشكيل الحكومة رغم أزمة فيروس كورونا. وفي الجزيرة نت، فجر الثلاثاء، زحل والمريخ يزينان سماء الوطن العربي. السلام عليكم. الضربات العسكرية الأمريكية قد تقوي الميليشيات الإيرانية إن لم تكن ضمن برنامج متكامل لإخراجها من المعادلة العسكرية، مع أن تلك الضربات ستضع تلك الميليشيات في حالة من الخوف والإرباك. الكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية يقول: لا يتوقع أن يتم القضاء على الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق بضربة أو ضربات عسكرية أمريكية تجري حولها استعدادات، وفق التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الجمعة لاستهداف مقراتها وبعض قادتها. زعامات الميليشيات الموالية لإيران تحاول عبثا في هذه الأيام العصيبة التي تواجهها وتهدد بانهيارها الإيحاء للأوساط السياسية بأنها صمام الأمان لبقاء تلك الأحزاب في السلطة، فتقيم الاستعراضات العسكرية الشكلية في شوارع بغداد للتعبير عن ذلك. وإن عجزت تلك الأحزاب عن منع تمرير عدنان الزرفي، فإن تلك الميليشيات تحضر لانقلاب سياسي وعسكري في القصر يستبدل رئيس الجمهورية ويزيح رئيس الوزراء. لكن هذه الميليشيات تعلم جيدا أن شباب العراق بانتفاضتهم قد أعلنوا رفض وجودهم والترحيب بأية محاولة لإنهاء هذا الوجود الخطير. إيران عاجزة في الظروف العصيبة التي تمر بها على تغطية متطلبات شبكة ميليشياتها في العراق ولبنان وسوريا واليمن بعد انهيار نظامها العام بسبب كورونا والعقوبات الأمريكية. يرافق ذلك عجز الميزانية العراقية التي سيتعذر عليها تقديم ذلك المستوى من الدعم، رغم أنه لن يوقف النهبة، بل ستكون أساليبهم في السرقة أكثر مكراً لتغطية متطلباتهم وتقديم العون للنظام الإيراني أيضا. ولا يتوقع لقادة الأحزاب الفاسدة في العراق تقديم جزء مما يمتلكونه من مليارات مسروقة كمعونات مالية لتلك الميليشيات، فلا وجود لمنطق العون في نظام المافيات حين يحاصرها الهلع والخوف على المصير. إيران بارعة في إخفاء سياساتها الماكرة عبر وكلائها ضد الشعب العراقي الذي بحاجة إلى عون أصدقائه وأشقائه لاستعادة استقلاله وسيادته، ولا يهم العراقيين أن تفتح واشنطن حربا مع إيران إن كان ذلك بابا لاستقلال بلدهم إن كانت صادقة في ذلك. من المرجح يساهم الحوار المستمر بين المتظاهرين في إبقاء حركتهم حية لما بعد مرحلة التباعد الاجتماعي الحالي الضرورية للحد من انتشار الوباء، ومع ذلك يرى المحتجون العراقيون أن القمع والخوف أخطر من الفيروس، وعربوا عن رغبتهم في مواصلة احتجاجات وتظاهرات. مقال الكاتب أزهر الربيعي حول مسار ثورة تشرين نشره موقع الحرة عراق. مع تزايد قابلية التجمعات البشرية لانتشار وباء فيروس كورونا، استمر المتظاهرون العراقيون في رفع الشعارات والاعتماد على الانترنت لتحدي النظام والفساد والمحاصصة السياسية، حيث نادت تلك التظاهرات بحزمة من المطالب، منها التغيير الجذري للوزراء
وإيقاف تشكيل الحكومة وفق نظام المحاصصة من خلال انتخاب شخصيات سياسية مستقلة تلاقي موافقة جماهيرية، وإحالة الفاسدين إلى القضاء، وتغيير قانون الانتخابات والسير نحو انتخابات مبكرة. نجحت الاحتجاجات في تغيير الوضع السياسي الراهن في العراق، حيث بذل رؤساء الوزراء والمرشحون المتعاقبون الكثير من الجهود لإرضاء المتظاهرين ووقف الاحتجاجات، لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك، ومن ثم دفع العنف المتكرر من قبل السلطات العراقية والميليشيات المسلحة العراقيين للخروج للشارع مرة أخرى، حيث أزعجت تلك الاحتجاجات السلطات والميليشيات لترد عليهم مستخدمة الذخيرة الحية والرصاص المطاط والماء الحار والغاز المدمع والهراوات والسكاكين، كما تسببت قنان الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باستشهاد مئات وجرح عشرات الآلاف. كما واصلت الميليشيات الإيرانية حملات الاعتقال والخطف والتعذيب والقتل الممنهج ضد المتظاهرين والصحفيين والناشطين في أنحاء العراق. حتى إذا غادر المتظاهرون الشوارع بالكامل، فمن المرجح أن تستمر الدعوات للتغيير بالحماس على الإنترنت، وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً بارزاً في استمرار ثورة تشرين من خلال إطلاق الدعوات للتظاهر والاعتصام والمطالبة بالحقوق. ووجد المتظاهرون والناشطون منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لإيصال صوتهم بعد أن تعمدت وسائل الإعلام الحكومي العزوف عن تغطية هذا الحراك. اتخذت حكومات كثيرة في العالم في محاولاتها للحد من انتشار فيروس كورونا إجراءات متعددة هدفت إلى تقييد حركة التنقل والتواصل المباشر بين الناس، وكانت هناك درجات متفاوتة من الاستجابة حتى في الدول المتقدمة، ولكن الأمر مختلف في العراق بسبب الزيارات الدينية، مقال الكاتب رافد جبوري في صحيفة العربي الجديد. العراق بات حالة فريدة في إطار التعامل مع الفيروس، وقد يكون مهما متابعة تطورات الوضع فيه بوصفه نموذجا لآليات انتشار الفيروس، فقد بلغ عدم الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي والوقاية من الفيروس ذروته في أداء مئات آلاف زيارة مرقد الإمام موسى الكاظم شمالي بغداد، وقد أثارت الواقعة جدلا متعدد المستويات، فقد انتقد كثيرون الزيارة وعدوها نموذجا لعدم الاكتراث بالعلم وانغماسا تاما في الإيمان بالغيبيات. حاول المنتقدون وفيهم علمانيون ومتدينون الاستعانة بتصريحات نسبت لبعض الزعماء الدينيين، لكن ذلك لم يثني الزائرين عن المضي في زيارتهم. تحول العراق فعليا إلى واحد من أكبر ساحات التجارب في قضية انتشار الفيروس بين المجتمعات، فعمليا صار التعامل العراقي مع الفيروس تماما على عكس المطلوب في كل النقاط التي أوصى بها الأطباء في كل العالم. فبدلا من تجنب التجمعات كان هناك تنظيم وانخراط في التجمعات وما إلى ذلك. يواجه النظام الصحي العراقي أزمة كورونا وهو في وضع مزر، عبر عنه وزير الصحة جعفر علاوي في قوله إن مستوى الخدمات الصحية في بلاده قريب مما في الصومال. ومن المفترض أن تتضح صورة الوضع الصحي بشأن كورونا في العراق بعد أيام، إذ إن حضانة الفيروس كما بات معلوما تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، ويعاني العراق من ضعف إمكاناته في مجال المختبرات، ما يجعل من الصعب حصر الحالات وعددها وطبيعتها بدقة. ولكن أي زيادة أكبر من المخاوف إن حصلت فستظهر بشكل أو بآخر. حول جائحة كورونا كتب غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط مقالا جاء فيه: هل بددت الدول ثرواتها وقدراتها في حروب السيطرة والتحكم؟ هل أضاعت المنظمات الدولية أيامها وميزانياتها تحت عناوين عامة وبراقة بعيدا عن الحاجات الحقيقية؟ إن العالم الذي ننتمي إليه تعرض لخراب هائل في حفنة أسابيع كشفت قصوره وضلاله وعجزه. دفع كورونا القرية الكونية إلى منعطف صعب لم تتوقعه ولم تحسن الاستعداد له، تشبيه ما يجري بحرب عالمية ثالثة ليس دقيقا. ففي الحرب العالمية كان يمكن العثور على ملاذات آمنة وحلفاء وجهات يمكن الاتصال بها وتهب لنجدتك. المسألة مختلفة مع هذا الوباء،
تواجهه وحيدا وعاريا من أي سلاح. لكن التشبيه يجوز إذا أخذنا في الاعتبار أن الفيروس سيغتال مؤسسات كثيرة علاوة على الأفراد، سيزعزع استقرار حكومات وأسر ومدن حين يرمي بملايين الأشخاص في أقفاص البطالة أكثر من أي حرب أخرى. فتحت حرب كورونا دفاتر العزلة والوحشة والموت، وفي عزلة الانتظار الثقيل تتناسل الأسئلة كالفيروسات، أسئلة عن المصير الإنساني والحياة والموت لا تتسع أيام الرجل اللاهث وراء عمله لطرحها. وكما شعر المواطن العادي في الحروب الكبرى أنه كان لقمة سائغة لآلات كبرى متوحشة، يشعر القتيل في حرب كورونا بألم أشد لأن خيار القتل وقع عليه. يراودني شعور أن أشياء كثيرا انكسرت في وقت واحد، وأن أبراجا من الزجاج أصيبت بشروخ لا يمكن إصلاحها. لهذا أسأل نفسي بإلحاح، هل بالغنا في تقدير قيمة التقدم الذي حققته هذه المجتمعات في العقود الأخيرة؟ هل كان هذا التقدم كاذبا أو ناقصا أو مفتقرا على الأقل إلى البعد الإنساني الكافي؟ تغير صورة العالم لدى الفرد الخائف من القاتل الواقف على أبواب المدن وأهداب القرى. تهشمت حقول كاملة من الزجاج، الموت يقرع هنا والموت يقرع هناك، الأنهار مغشوشة ومسمومة والجبال تتفسخ وتتآكل. ليت المنعطف يتحول صدمة غير مسبوقة. يستحق الإنسان عالما أقل وحشة ووحشية، ومن هذا المنطلق وحده نريد أن نصدق أن عالم ما بعد كورونا لن يشبه عالم ما قبله. مجموعة الدول الصناعية الكبرى أو مجموعة الثمان، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وروسيا وكندا، تترنح الآن أمام هجمة كورونا الجديد. لا يحق لأي دولة كبرى أن تعتبر فيروس كورونا وانتشاره السريع والواسع مفاجأة لها، ومن ثم لا يحق لها أن تنكشف أمامه بكل ما أظهرته أمريكا وأوروبا من ضعف في بنيتهما الصحية التحتية. مقال الكاتب منير شفيق في موقع عربي 21 حول استعداد العالم لجائحة كورونا. كيف يحق لدولة صناعية وغنية ومتقدمة علميا والأهم متنمرة عسكريا وسياسيا واقتصاديا مثل أمريكا ألا تتوقع كورونا هذا وتكون مستعدة لاستقباله بما تحتاجه من الوقاية والعناية الصحية والمستشفيات المعدة للأوبئة؟ والأنكى أن تتقدم عليها الصين في المواجهة السريعة وبسرعة إعداد المستشفيات وبسرعة السيطرة عليه، والأهم الانتقال إلى مد يد العون لكل دولة مبتلاة في العالم، فيما أمريكا لا تفكر إلا بنفسها. والسؤال، إذا كان غزو الأوبئة للعالم ولحياة ملايين البشر مسألة متوقعة بل تكاد تكون دورية، فما تفسير هذا النقص في كل ما له علاقة بالعناية الصحية وبالوقاية وبالمستشفيات وبالتعبئة وبالتعاون العالمي، خصوصا بالنسبة إلى كل من أمريكا وأوروبا قائدتي التنوير؟ وما الذي جعل هذا البند عندهما يهبط إلى مستوى الأقل أهمية مقارنة حتى بصناعة الأدوية والعمليات الجراحية وتطوير البحوث العلمية؟ فكيف يهمل مبدأ درهم وقاية أفضل من قنطار علاج لحساب مبدأ قنطار علاج فقط من أجل قنطار الدولارات؟ هنا لابد من إدانة النظام الرئيسمالي الغربي النيوليبرالي العولمي القائم على النهب والربحية القصوى وليس على توفير حياة صحية أفضل لغالبية البشر. يعني إن قراءة ما أخذ يكشفه كورونا من عيوب في أمريكا وأوروبا يجب ألا نمر بها مر الكرام، أو أن يذهب تفسير إلى ما أحدثه كورونا من مفاجأة القدوم غير المتوقع، أو وضع عيوب الجميع في سلة واحدة ومن ثم عدم الانتباه إلى مصدر تلك العيوب وما غطت عليه كورونا من تدهور في الوضع الاقتصادي العالمي من ركود وتضخم وانهيار للبورصات. نشر صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريراً من إعداد ياروسلاف تريموفوف بعنوان فيروس كورونا والمستبدون لا يضيعوا فرصة وباء، وجاء فيه طغاة العالم يستغلون فيروس كورونا لتوسيع صلاحياتهم وتقويض الديمقراطية.
عمليات الإغلاق في معظم أنحاء العالم أدت إلى التضييق على الحريات الفردية في كل مكان، وفي بعض الأماكن تم استخدام الفيروس لتقويض مؤسسات الديمقراطية ورقابتها في عملية انزلاق نحو الدكتاتورية التي ستدوم حتى بعد تراجع الطوارئ الصحية الحالية. ففي روسيا دفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو إلغاء الوقت المحدد للرئيس بشكل يؤكد بقائه في السلطة مدى الحياة. أما في بوليفيا فقد أعلنت الحكومة المؤقتة غير المنتخبة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في آيار مايو، ويتحرك الرئيس الهنغاري فيكتور إيربان لتمرير قرار في البرلمان يسمح له بالحكم من خلال المراسيم وسجن من يقول إنهم ينشرون الأخبار المزيفة. وفي إسرائيل استخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود فيروس كورونا لمنع المعارضة التي حصلت على الغالبية في انتخابات الثاني من آذار مارس من السيطرة على مناقشات برلمانية. وأدت المقامرة إلى تمزق المعارضة يوم الخميس، حيث مالت أحزاب فيها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. إن فيروس كورونا هو من السماء للسياسيين من أصحاب الميول الدكتاتورية، ولا يسمح هؤلاء الساسة بأن تضيع منهم أزمة جيدة. ولم يمضي علينا في هذه الأزمة سوى 10 أيام، لكننا نعرف لسوء الحظ أن الأزمة ستستمر لأسابيع بل أشهر. بالتأكيد أزمة فيروس كورونا التي قتلت خلال أسبوعين عدة آلاف في أوروبا وأمريكا أدت إلى تقييد الحريات العامة الرئيسة وفي معظم دول الغرب. وبعد النموذج الصيني الناجح في إغلاق مدن كاملة لاحتواء الفيروس، منعت إيطاليا وبقية الدول الأوروبية وكذا أمريكا الناس من الخروج والبقاء في منازلهم إلا لشراء الحاجيات الأساسية. ظاهرة فلكية بديعة يمكنك أن تشاهدها بعينيك المجردتين غدا الثلاثاء فجرا تحديدا في برنامج ستالليريوم. إذا تشهد سماء الوطن العربي ظاهرة فلكية بديعة يمكنك أن تشاهدها بعينيك بعد فجر يوم الثلاثاء الموافق 31 من آذار مارس وإلى شروق الشمس، حيث يقف كوكب المريخ إلى جوار كوكب زحل في السماء، وعلاهما يمكن أن تلاحظ كوكب المشتري أيضا. وبشكل عام فإن الكواكب تظهر في سماء الليل لامعة كالنجوم لأنها تعكس ضوء الشمس مثلما يفعل القمر، وبعضها مثل المريخ وزحل والمشتري والزهرة وعطارد يظهر للعينين المجردتين. أما الكواكب الأخرى مثل أورانوس ونبتون فهي بعيدة جدا عنا، لذلك لا نتمكن من رؤيتها بالعينين المجردتين. كل ما يتطلبه الأمر هو أن تخرج إلى الشرفة أو إلى سطح المنزل فجر غد الثلاثاء لتبحث في الأفق الشرقي عن 3 أجرام لامعة تصنع معا مثلثا واضحا قاعدته تكون المريخ وزحل القريبين جدا من بعضهما، وبالأعلى بشكل مائل قليلا ستلتقي عيناك بكوكب المشتري. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.